عقدت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اجتماعاً اليوم في قصر السيف، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وبحضور أعضاء اللجنة. نعم، ومن جهتي أكد عضو اللجنة نائب مدير عام بلدية الكويت شؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق أن الفرق الرقابية في مختلف الجهات المعنية مستمرة في جولتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والالتزام بقرارات مجلس الوزراء. تزامنا مع التوصية والقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مستمرة في عقد اجتماعاتها في ضوء تطور الوضع الوبائي في البلاد برئاسة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وبحضور أعضاء اللجنة. من جانبه أكد عضو اللجنة نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق أن الفرق الرقابية في مختلف الجهات المعنية مستمرة في جولاتها الميدانية بغية التأكد من تطبيق الاشتراطات والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. لجنة الاشتراط الصحي تستمر اجتماعها بين فترة وفترة لترجمة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الاشتراطات الصحية المقررة من قبل وزارة الصحة بشأن مكافحة الجائحة. وفي نفس السياق تم الوقوف على آخر التقارير المقدمة من الفرق الميدانية للجنة ومدى التزام الأنشطة التجارية المختلفة بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية لحماية الصحة المجتمعية. أعداد قاعد تزيد، بالتالي صارت اشتراطات جديدة وقرار جديد اللي هو وقف كافة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة لفترة، بناء عليه صدر قرار بوقف الصالات الأفراح المغلقة اللي موجودة في الفنادق وأيضا الخيام المؤقتة، أغلقنا صالات التعزية فقط اللي في المقابر وغيرها من المناسبات الاجتماعية المغلقة. نأمل إحنا الكل يلتزم في هذا القرار. فرق التفتيش في كافة الوزارات المختلفة المشكلة باللجنة من بلدية الكويت، القوى العاملة، الهيئة العامة للغذاء، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الداخلية، راح تكثف الجولات التفتيشية على كافة المحلات والمجمعات بحيث تكون التزام في القرارات المتخذة من قبل وزارة الصحة من لبس الكمام، من الأعداد، من تطبيق الاشتراطات الصحية كاملة. اللجنة تولي اهتماما كبيرا في اجتماعاتها بالتشديد على كافة القرارات وتطبيقها وتقييمها حسب تطور المستجدات في دولة الكويت. تطبيق قرارات مجلس الوزراء والاشتراطات الصحية من أبرز أولويات اللجنة الرئيسية لتنفيذ مراقبة الاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. لتلفزيون دولة الكويت من اجتماع لجنة الاشتراطات الصحية بقصر السيف، مناير القلاف.